وهذا سائل يقول بارك الله فيكم: ما وجه كون طلب الدعاء والشفاعة من الملائكة شركا مع أنهم أحياء وقادرون وهم طلب في إيش؟ ما وجه كون طلب الدعاء والشفاعة من الملائكة شركا مع أنهم غائبون؟ لأن الملائكة غائبون ما تراهم، ألا يطلب ولا يجوز طلب شيء من الغائب من الجن أو من الملائكة؟ غائبون ما تراهم وليسوا حاضرين عندك، إنما تطلب الدعاء والاستغفار من الحاضر الحي الحاضر عندك. نعم.